السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية، إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد. وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. راح أعمل معاكم في هذا الفيديو بنطلون يلبس للنساء وللرجال، وتعرف هذه البناطيل الملفوفة باسم بنطلون اليوغا أو بنطلون فيشرمان أي الصياد التايلاندي أو بنطلون الساموراي، وهي بناطيل واسعة وفضفاضة ومريحة في اللبس ومع ربطات على الخصر، وهي مثالية للاسترخاء في المنزل أو في نزهة غير رسمية. وراح تلاقون مخطط الموديل في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أنا نقلت هذا المخطط إلى ورق كبير، واتبعوا نفس الطريقة وراح يكون خياطة البنطلون سهل على أي شخص حتى لو ما له خبرة في الخياطة. والباترون هذا يناسب مقاس ميديام أو من مقاس 12 إلى 14 أوروبي، أو من مقاس 8 إلى 10 أمريكي، أو من مقاس 10 إلى 12 بريطاني. ويمكن تكبير البنطلون عن طريق زيادة العرض والطول. وأهم شيء عند رسم الباترون توفر مسطرة طويلة وقلم رصاص ومثلث لقياس الزوايا بدقة. في البداية أرسم مستطيل عرضه 35 والطول 108 سنتيمتر، ثم أنقل المقاسات الموجودة على الورق الصغير إلى الورق الكبير. أعمل خط 11 سنتيمتر ثم أوصله مع بعض. وبعد الخط الأول أقيس 7 سنتيمتر ثم أوصله للأعلى بمقدار 60 سنتيمتر. والمسافة اللي تبقى من الأعلى يكون 24 سنتيمتر، وهنا أرسم الزاوية بمقاس 4×4 سنتيمتر وأعمل نصف دائرة. هذه العلامة في الباترون تشير إلى مغلق، يعني وضع الباترون على قماش مثني. أما الحزام وأعلى البنطلون والجيب راح أرسمهم مباشرة على القماش بدون ما أرسمهم على الورق.
في البداية حددت على القماش أعلى البنطلون، يكون عرضه 24 سنتيمتر وطوله 70 سنتيمتر، بشرط يكون على قماش مثني، وأزيد من الأعلى 1.5 سنتي ومن الأسفل 1.5 سنتي ومن الجانب 1.5 سنتي، هذه كلها للخياطة. وهنا أحدد أشرطة الحزام، يكون عرضها 5 سنتيمتر وطولها 75 سنتيمتر، وتكون على قماش مثني، وأزيد من الأعلى 1.5 سنتي ومن الأسفل 1.5 سنتي ومن الجانب 1.5 سنتي، تكون للخياطة. البترون رقم 1 ورقم 2 أحطهم على قماشين ويكونون مثنيين، وأقصهم بشكل مستطيل، وأزيد من الأعلى ومن الجانب 1.5 سنتي وهذه للخياطة، ومن الأسفل 5 سنتي وتكون لثنية البنطلون من تحت.
وهذا أعلى البنطلون والحزام، ومقاس الجيب 16 في 18 سنتيمتر، وزيادة 1.5 سنتيمتر من اليمين واليسار والأسفل، وأعلى الجيب 5 سنتيمتر زيادة. والحين أدبس الأربع قطع مع بعض ثم أخيطها بالمكينة. وممكن ارتداء هذه البناطيل للرجال والنساء، وأفضل نسيج لهذه البناطيل القطن ويكون فيه شوي استريتش، لكن ممكن خياطتها بأي نوع من الأقمشة مثل الكتان والحرير. والبترون اللي عملته يمكن تعديله يناسب معظم أنواع الأجسام. وهناك طريقتان للبس وربط البنطلون التايلندي موضحة بآخر الفيديو، وممكن خياطته طويل أو قصير يكون شورت إلى الركبة. وهنا ثنيت أعلى البنطلون بمقدار 1.5 سنتي ثم خيطته.
ركب الحزام يكون بمنتصف الظهر، وأنا استخدمت قطعة صغيرة من القماش قبل تثبيت الحزام. وأثني الجيب من أسفل 1.5 سنتي، ومن الجانبين 1.5 سنتي، ومن الأعلى 5 سنتي، وأخيط اللي من الأعلى قبل تثبيت الجيب، ثم أثبت الجيب على الجنب الأيمن وأنزل 4 سنتي من الخصر. ثم أخيط أسفل البنطلون بمقدار 5 سنتي. وهذا هو بنطلون اليوغا أو بنطلون الصياد التايلندي بعد ما خلصت من خياطته، ويمكن أن تخيطينه لنفسك أو تهدينه لخواتك أو صديقاتك أو تهدينه لإخوانك أو زوجك. مثل ما قلت لك، هو يلبس للنساء والرجال ومريح في النزهات ورياضة المشي ورياضة اليوغا. والطريقة اللي خيطت فيها هي الطريقة الأساسية والصحيحة والتقليدية، لكن في طرق أخرى أسهل، يعني يقص البنطلون بشكل مستطيل ويخاط من الجوانب. وشوفوا آخر الفيديو طريقة لبس هذا البنطلون. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة، وأتمنى منكم مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائكم وفي قنواتكم على برامج التواصل. مع ترك رابط لقناتي، وأرجو منكم وضع تعليق لطيف جميل مثلكم أسفل الفيديو.